مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع في مقدمة الصناعات الإلكترونية المتطورة منذ إنشائه في عام 1979 وحتى الآن. يعمل المصنع في المجالين المدني والعسكري. لدينا العديد من شهادات الجودة العالمية، واكتسبنا خبرات عالية من خلال التعاون مع كبرى الشركات الدولية والمحلية. ووفقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومن خلال أحدث خطوط الإنتاج وبتكنولوجيا يابانية، يتم تثبيت المكونات الإلكترونية على اللوحات الإلكترونية الأم لجميع منتجاتنا، وبدقة عالية يتم التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية متناهية الصغر والتي لا ترى بالعين المجردة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 300,000 مكونة في الساعة. يوفر قطاع البحوث والتطوير الحلول المتكاملة للأنظمة المدمجة، بدءا من التصميم والتصنيع والاختبار للدوائر الإلكترونية. ومن خلال أحدث التقنيات من شركات LPKF الألمانية، يتم تصنيع لوحات الدوائر الإلكترونية المطبوعة حتى 8 طبقات، ويتوفر لدينا طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع النماذج البلاستيكية وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد. معامل الاختبار مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة للتأكد من أن جميع القياسات الكهربائية والميكانيكية والبيئية مطابقة للمعايير الدولية. معمل الإضاءة من أكثر المعامل دقة في الشرق الأوسط، معتمد من مجلس الاعتماد الوطني إيجاد، مزود بأجهزة قياس متطورة لقياس الخصائص الضوئية والكهربائية. غرفة التحميل تعمل على مدار اليوم لتأكيد مطابقة منتجاتنا للمواصفات القياسية. غرفة نظيفة لضمان العمل في الظروف البيئية المثلى طبقاً لطبيعة المنتج. ماكينات الحفر والطباعة بالليزر. في مجال الصناعات العسكرية لدينا خبرة كبيرة في إنتاج وعمرة الضفائر الكهربائية للطائرات منذ عام 1985. كما أننا متخصصون في أنظمة الملاحة وأنظمة الاتصالات مثل التليفون الميداني وأجهزة الاتصال الداخلي للمركبات. ننفرد بتصميم وتصنيع مركز القيادة الآلي لتبادل البيانات بين الوحدات، ويتم إنتاجه محلياً بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 100%، متضمناً كافة برامج التشغيل طبقاً للمواصفات المطلوبة للعمل في المجالين العسكري أو المدني. في مجال الصناعات المدنية يتم التجميع والاختبار والمعايرة للعديد من العدادات الكهربائية العادية ومسبقة الدفع والذكية، ونتعاون مع شركة خاصة مصرية لتثبيت وتطوير برامج التشغيل طبقاً للمواصفات المطلوبة. ننفرد بإنتاج عداد كهربائي بالإضافة إلى حساب استهلاك الكهرباء، يتحكم تلقائياً في تشغيل وإيقاف 40 كشاف إنارة للشوارع، مجهز ليصبح عداداً ذكياً مما يوفر استهلاك الكهرباء بشكل فعال. مصنع الإلكترونيات له الريادة في إنتاج أنظمة الإضاءة الليد بمختلف أنواعها من لمبات وكشافات إنارة الشوارع. وتنفيذاً للمشروع القومي لتوفير الطاقة، قمنا بإنتاج وتركيب أكثر من 4 مليون كشاف إنارة ليد للشوارع في جميع محافظات الجمهورية. لدينا خبرة كبيرة في إنتاج أجهزة التلفزيون منذ عام 1980، بدءا من العلامات التجارية جروندينج، تليفون كين ونورد ماندي وتومسون. ومنذ عام 92 وحتى عام 2006 أنتجنا أكثر من 2 مليون تلفزيون سامسونج. ومن بعدها وحتى الآن نقوم بإنتاج أجهزة التلفزيون بلوتوث بمقاسات مختلفة تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة سمارت، بيلت إن ريسيفر، 4K وفريملس. كما نقوم بإنتاج أجهزة الريسيفر الرقمي والعديد من الأجهزة المنزلية مثل المراوح
والمكانس الكهربائية وأجهزة المايكروويف والإير فراير والأفران الكهربائية وثلاجات الميني بار. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات ومواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي، لدينا العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص، ومنها مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، حيث يتم إنتاج أجهزة التابلت والتليفون المحمول واللابتوب باستخدام أحدث خطوط الإنتاج في مصر والشرق الأوسط. شركة زيرو تاك، ومن خلال أحدث خطوط الإنتاج المعتمدة من هيئة الرصد المرئي وهيئة المواصفات والجودة المصرية، يتم إنتاج جميع أنواع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية، الثابتة والمتحركة، التعرف على الوجه النهارية والليلية، قراءة لوحات السيارات، دعم خواص الذكاء الاصطناعي، أجهزة التسجيل الDVR والNVR، وكذلك أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة والتعرف على الوجه، جميع أنظمة الانتركام المرئي ومكبرات الصوت ومختلف الأنواع من السماعات الصوتية السقفية والجانبية والعمودية، وكاميرات مراقبة المركبات من الداخل. وبالتعاون مع شركة بنيا، قمنا بإنشاء مصنع بنيا للكابلات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج العديد من كابلات الألياف الضوئية الداخلية والخارجية لتلبية المتطلبات اللازمة للبنية التحتية والأعمال المستقبلية. وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، نقوم بإنتاج أحدث الشاشات التفاعلية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها لمواكبة تطوير العملية التعليمية. ندعم الشركات الناشئة والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات، ومنها جهاز تاكت الذي يحول الحائط إلى سطح ذكي، وأجهزة التحكم في حركة الكراسي والأسرة الطبية لذوي الهمم، وكذلك أنظمة التحكم والقياس لجودة المياه والتربة والهواء. واستمراراً للتعاون المثمر مع شركات القطاع الخاص، نوفر لشركاء النجاح مكاتب إدارية بالقرب من خطوط الإنتاج لمتابعة جودة الإنتاج بكفاءة عالية. لدينا مراكز بيع وخدمة ما بعد البيع منتشرة في محافظات الجمهورية لضمان توفر منتجاتنا وخدماتنا على نطاق واسع. مصنع الإلكترونيات سيظل دائما في المقدمة، متصدرا السباق ومشاركا فاعلا في المشروعات القومية الكبرى. تعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر هدف أساسي تسعى لتحقيقه الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة العربية للتصنيع، قاطرة الصناعة في مصر.